بتفصيل مصطفى الساكن بدوار الطابطة بني قمضة الجماعة السلالية دوار الطابطة بني قمضة إقليم سيدي قاسم. الحمد لله احنا في دولة الحق والقانون برعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين الله ينصره والله يطولنا في عمره، في إطار المتابعة ديال الملف المتعلق بالبقعة 47 والمحطة السكنية 72. سبق لي ونشرت الفيديو الأول عبر الجرائد الإلكترونية. اليوم قررت باش نفجر حقائق على التزوير والتلاعب في الأراضي الجماعة السلالية دوار الطابطة وبني قمضة. سبق لي وتقدمت بشكاية للسيد المجلس الوصاية عن طريق الأستاذ المحامي نور الدين بزدي. الشكاية ديالتنا كانت على البقعة 47 وعلى المحطة السكنية اللي هي في ملك الأب ديالي عبد الله بطبسيل. تفاجئنا بالجواب ديال السيد الباشا والسلطة المحلية ما كتجاوبناش على البقعة 47 اللي تباعت وهي الملك ديال الدولة حسب الوثائق اللي عندنا، الملك ديال الدولة. لأنه جاء واحد الإحصاء في 2003 وسجل باللي البقعة 47 بقعة فارغة. ها لائحة الإحصاء، بقعة فارغة خالية من السكان، وقاموا النواب وباعوا بلاد الدولة. هما ورثة المرحوم اللي سبق الأستاذ من قطاع الإصلاح الزراعي، تنازلات راهم كاينين في المصنع بالقصيري في الأوفيس، وكاين هنا في القنيطرة في المديرية الجهوية مسنين في دفتر التحملات. هادشي كامل كاين هنا في القنيطرة في المصنع بالقصيري. ثانيا أنا اللي بغيت نعرف واش حنا اللي عندنا الزور ولا السلطة المحلية اللي كتجاوب بالزور. عندنا عقد مبادلة ما بين جماعة الطابطة وبني قمضة في 1986 مع الأب ديالي الله يرحمه. ها الوثائق بتصحيح ديال الإمضاء. حنا بغينا نعرف واش ها الوثائق اللي مزورة ولا الجواب ديال السلطة المحلية اللي فيه الزور. ها الوثائق، هذا عقد مبادلة ما بين لجنة الطابطة وبني قمضة بالحدود ديال المحطة السكنية 72 في ملكية السيد عبد الله بوطبسيل. ها الوثائق ديالها. هذا عقد مع لجنة بني قمرة الجماعة السلالية بني قمرة، كيشهدوا الأب ديالي المرحوم عبد الطبسي اللي هو الأب ديالي المحطة 72 بالحدود ديالها والجوار، لأن في ديك الساعة ما كانش ترقيم ديال البقع. ترقيم ديال البقع تعطى في إعادة الهيكلة. البقعة 72 عندها الجوار ديالها، عندها الحدود ديالها، عندها جميع المسائل ديالها، وهاد الناس كيشهدوا بالزور. أنا اللي بغينا نعرفو واش هادشي اللي مزور خصنا نتعاقبوا عليه. إذا كانوا الوثائق اللي عندنا في 86 مزورين خصنا حنا نتعاقبوا، ولا هاد الناس ديال السلطة المحلية اللي كتدي الزور. الناس اللي استفدوا من القطاع الإصلاح الزراعي والسلطة المحلية كتقول باللي دوك الناس ما دارش قرار نيابي ما بين اللجنة النيابية، تنازلات راهم كاين في الأوفيس ديال بن القصيري. احنا مشينا ودفعنا الشكاية وجاوبونا، كاين تنازلات كاينين. وهاد الناس كما كانوش القرار النيابي خضاو داروا الإجراءات ديالهم، هاد الناس كون باقين معنا في الجهة الرسمية راهم كانوا سلاليين. ها هما ما كاينش معنا في الجهه الرسميه ديال دوار الطابطة وبني قمرة، ما كاينينش، ما موجودينش معنا. السلطه المحليه كتعطي تضليل كاذب للسلطه الاقليميه. حنا بغينا على حقنا، حنا في دوله الحق والقانون برعايه صاحب الجلاله الملك محمد السادس الله ينصره والله يطولنا في عمره. حنا بغينا حقنا، بغينا حقنا. ودابا في هذه الساعه كان المرحوم ديالي في البقعة 72 عطاه لواحد السيد واحد البيت من الطين الحجامي احمد،
وجاو النواب عطاو اشهاد عنده محطه سكنيه ومشى بها الرخصة ووقفنا معاه ومشينا مع القضاء مع الحجام احمد. والحجام احمد توفى في 2016 فوجئنا بالايميل ديالو عاون السلطه مقدم في دائره تبت استغل النفوذ ديالو والشطط في استعمال السلطه وجا كيبني بلا رخصه بلا ما يجدد البلان بتواطؤ من السلطات. حنا بغينا حقنا، حنا بغينا حقنا، حنا ما بغيناش الفوضى. انا اب ديال ربعه الابناء، انا اب ديال ربعه الاولاد. انا ما باغيش اخا ميامي يمشي للحبس، ما باغيش اخا ميامي يمشي للحبس. هاد الناس غندير لنا الفوضى في البلاد، راه باغيين الصداع. جابوا ولاد عمي شادوا بالزور. هاد الناس هادو راهم دوروا الفوضى في الجماعه السوريه وبطابطه وبنقمره. واش هاد النواب، هاد النواب اللي باعوا ارض ديال الدوله، ارض ديال الدوله باعوها البقعه 47 اللي هي الوثيقه اللي جنا من الاصلاح الزراعي تيقول لك الارض ديال الدوله باعوها. هادو واش غنتسناو من عندهم؟ واش هادو غنتسناو فيهم شي خير؟ لا، خصنا ربط المسؤوليه بالمحاسبه، ربط المسؤوليه بالمحاسبه. وعاش الملك والله ينصر سيدنا والله يطولنا في عمره. أخبركم أن المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان دخل على الخط في هذا الملف ديال الفساد والتزوير ومآزرني فيه بقوة. وعاش الملك.